وبأولى مساحاتنا بصباحنا غير لليوم حروح لمساحتنا التربوية، وحنحكي ضمن هاي الفقرة عن العلاقات السليمة عند الطفل. قد اليوم هم نحن نكون متواجدين حد أطفالنا باختيار أصدقائهم باختيار محيطهم؟ صحيح رشا، هلا انا كنت عم اطرح استفسار ثاني، قديش نحن لازم نتدخل؟ يعني هون بدنا نعرف قديش الاهل لازم يتدخلوا وايمت لازم يتدخلوا. هلا اليوم المراهق للاسف يعني اي تدخل من الاهل بيعتبره مرفوض انه هو صح، انه هو عرفان شو عم يساوي، ولكن دور الاهل كثير مهم بهي الفتره وفتره الطفوله. خلينا نقول كمان يعني اليوم المحيط له تاثير كثير سلبي وايجابي على هذا الطفل او المراهق. حنكون بتفاصيل اكثر مع ضيفتنا لليوم رينا ايوب. بدي لك يسعد لي صباحك. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح. قبل ما نبدا بالموضوع الاساسي انه كيف الاهل ممكن او ايمت لازم يتدخلوا ويساعدوا طفلهم بتكوين الصداقات، ايمت لازم يتدخلوا وهنن دائما لازم يكونوا مراقبين الوضع ولا لا لازم يخلوا الطفل يروح يجرب واذا في غلط نحن نتدخل هون؟ نحن اهم شيء نعرف شو يعني اصحاب سوء، شو يعني رفقة سوء. الشخص يلي كون مجموعة افكار باللاوعي خارجة عن نطاق العادات والتقاليد هي اللي بتكون خارج نطاق البيئة. نحن هون بنصير ننظر للطفل انه هذا الطفل مختلف نهائيا عن ترباية او نشأة اطفالنا. احيانا اطفال السوء ما بيكونوا هني سيئين، بتكون ظروف يلي حكمت عليهم انه هني ممكن يتبعوا اساليب او سلوكيات خاطئه مع الايام تطورت لحتى صارت الاشياء مأهوله لهم وممتعه. مثلا اذا كان سرقه او كذب او خروج من اي مثير خارجي بحطهم بزاويه معينه هني بينضغطوا فيها. الأطفالنا يلي بيكونوا ربيانين على أشياء كلها صح بدون تجارب بدون مخالطة مجتمعات متغيرة أو عادات وتقاليد غير العادات والتقاليد اللي احنا ربيانين فيها ممكن يستحبوا هاي الأشياء لأنها هي بتنجيهم من كتير أشياء. ممكن يكون الكذب عم بينجيهم بفترة معينة خصوصا سن المراهقة من عقاب من توبيخ من حرمان من رفيق. برافو. فنحن بدنا نعرف انه هذا الطفل يلي عم بيصاحبه طفلي هو سلوكه سيء لدرجة السيء انه ممكن يأذي ولا سلوكه سيء بأشياء نحن ممكن نتغاضى عنها ونوجهها نتيجة الطرفين، خصوصا إذا الأولاد كانوا حابين بعض. دائما الأشياء المختلفة نحن بتستهوينا حتى نحن كبار، ما فينا دائما نكون رفقتنا وتقاربنا مع الأشخاص اللي بيشبهونا كثير لأنه بنحب التغيير، بنحب نفوت بأشياء نتعلم منها أو نشوف أشياء ثانية نحن ما عشناها من أشياء إلى علاقة بالرفاهية أو إلى علاقة بأشياء أخرى. فالطفل السيء هون هو الطفل يلي ممكن يكون عنده أثار سلبية وممكن يكون عنده أشياء كتير حلوة لكن تنشئته أو مفهومه من الغلط لهذا الشيء أدى أنه يكون سلوك سيء. طالما نحن تحت سلوك السيء تحت السيطرة نحن فينا فقط نوجه ونكون واعيين كتير ومراقبين، لكن إذا خرج الموضوع هون ساعتها نحن بنتدخل وبصير في إرشادات وبصير في ممكن نضطر لنلجأ لكثير أشياء منها حتى لو كان عقاب إيجابي. خلينا نحكي عن هدول الطرق اللي نحن اليوم لازم ندخل من خلالهم، ويعني ندخل بطريقة ما تكون تطفل إن كان عن أو خاصة مثل ما قلنا بالمقدمة إذا كان مراهق كثير صعب التعامل معه، فأنت عم يعني له عالمه الخاص، له أصدقائه الخاصين. أقل كلمة بيقول لك جيلك غير جيلي، زمانك غير زماني. يعني فخلينا نحكي هيك نحن كيف قادرين نوجه صح من دون ما نأثر حتى نحن سلبيا على هذا كان المراهق أو الطفل. إذا بدنا نحكي عن سن المراهقة لازم نعرف نحن المنشأ الأول بالطفولة ببين على الطفل يلي عنده سلوكيات خاطئة من هو صغير أو نتيجة شجار الأهالي هي اللي بيعمل سلوك كتير صعب للأطفال مع الأيام بصير عندهم الكذب وا وا وا. فإذا كان الطفل أسرته جيدة أهله شوي واعين فهمانين الفكرة أنه ممكن هذا الطفل بس يكبر ويصير مراهق، مو ممكن أكيد رح يعاشر مجموعة يعني علوم مختلفة بهاي الحياة. فأنا لازم أكون منتبهة كتير لأطفالي، بدي أجمع معلومات بشكل كتير دقيق عن أصحابي اللي عم بصاحبهم طفلي. إذا كانت بنت الأم كتير قدران تسيطر على الوضع وتحل المشكلة لأنه البنت بتميل أكثر للعاطفة والكلام. برافو. لكن إذا كان طفل إذا كان صبي ممكن يسمع للأم 50% وال50 الثانية بدها تكون تدخل
أبوه أو من إذا ما كان الأب متواجد أحد الأشخاص يلي هو بيقدر يمونوا عليه، لكن يكونوا رجال مثله، يعني تكون السلطة لهم أقوى. كيف بدي أقدر أنا أعلم أطفالي أنه هذا السلوك خطأ وهذا السلوك صح؟ هي عبارة عن مجموعة معتقدات وعادات وتقاليد وتوجيه أنا دائماً عم بذكرهم وكررهم، مجموعة قواعد نحن بالبيت نحكيها بطريقة محببة ما تكون فرض، لأنه بسن المراهقة الطفل بحس حاله كبر وأنا صار إلي حريتي وصار إلي كياني وبتبطل نعجبه وبنبطل تعجبه حياتنا، حتى بتبطل تعجبه الأشياء اللي أنت عم بتقوليها رغم أنه هو قبل كان يعني يمشي عليها ويفكر فيها. أنا هون بدي أتقبل هاي الفكرة وبدي أعرف أنه هذا السن أصلاً إذا ما كان هيك هو اللي غلط، يعني إذا أطفالنا ضلهم عم يسمعوا كلمتنا لكبره وكذا، هني هدول أطفال بتخافي عليهم من المجتمع، بتخافي عليهم من الاختلاطات اللي بدها تصير بعدين، لازم يكون له كلمته وكيانه وأنا أحترم هذا الشيء، إذا ما عجبني يكون في بيناتنا حوار. طيب خلينا نسأل حضرتك اليوم، كيف ممكن أنا أقدر اتبع تقنيات معينة أو أساليب في إذا نحن قدام سيناريو أنه أنا طفلي عنده رفاق سوء ولازم أنا بعده عنهم؟ نحن فورا نعرف أنه إذا قلنا له بعد ما راح يبعد، خصوصا أنه في يمكن شيء هو حابهم عند هدول الأشخاص، فشو تقنيات الأهل اليوم اللي بيقدروا يتبعوها لحتى يبعدوا عن هذا الشخص؟ أهم من الأهم التقنيات أنه أنا أجمع معلومات عن هذا الطفل لأعرف هو ماضي كان سيء ولا نتيجة ظروف كمان هو تعلم وصار سيء، لأنه كتير في فرق كتير كبير بين إذا الطفل هذا هو من منشأ سيء، ساعتها أنا هون بدي أتوجه فورا ما في نقاش إذا كان منشأ الطفل سيء، لأنه هذا الشيء كتير بدي يودي لسوء لبعدين، حتى لو كان طفلي حابه أنا بدي حد من الموضوع وأعمل قواعد ويمشي عليها وينضبط فيها، وإذا ما قدرت لحالي ممكن ألجأ لأخصائي أو لأهل. هون يعني أنت يعني بتنصحي باللجوء لموضوع الصرامة أو أكيد القوة؟ إذا كان المنشأ تبع الطفل هذا سيء سيء، طيب. يعني كانت أسرته هي سيئة وأسرة أسرته سيئة، يعني هني ماشيين على سلوك الأشياء السيئة من معتقدهم أنه هي الحياة الصح، هوني أنا كتير صعب إذا ابني فات فيهن أو بنتي طالعوا بسرعة، فأنا هون فوراً بدي حد. لكن إذا كان الطفل سيء مثل هالأطفال السوء يلي هن بسن مراهقة عم يكذبوا عم شوي عم ممكن عم يدخنوا شوي ممكن عم بيقلقوا شوي، هذا غلط أكيد، لكن ما فيني أنا فوراً حد من هاي العلاقة لأنه كل المجتمع تقريبا هيك، فانا بدي امنع طفلي لكان من معاشره اصدقاء او اليوم كذا. كمان هم يتعرف على المحيط، لازم يتعرف يعني على اختلاطات. بس رينا يعني انت ذكرتي شغلي انه نحن وقت نشوف الطفل او المراهق بوضع انه نحن لازم نتدخل ونحط حد، اوكي لازم نتدخل، طيب هذا الحد نحن كيف قادرين نحطه؟ يعني شو لازم نعمل مثلا؟ يعني بجمع معلومات عن هاي الاطفال، جمعنا معلومات وطلع انه كل القواعد خلص ضلني احكي وجه. اول شيء بدي امشي بموضوع الحوار والنقاش، دائما فرجي امثله واقعيه بالحياه، هاي الناس اللي مشيت بهذا الطريق لوين وصلت والناس الثانيه اللي مشيت بالطريق اللي كانت صح لوين مشيت، ما ردوا علي ما مشوا علي، بدي بلش التجأ للعقاب الإيجابي، ما كمان مشي معي العقاب الإيجابي بدي ألجأ لأخصائي نفسي لحتى يساعدني على هذا الشيء، لأنه فكرة المراهق ما فيك أنت تحدي فورا منه، بدك أنت كمان تزرعي له شخصية بناءة مع الأيام، دائما هو يكون قد قراراته، أنا حمله مسؤولية سقفي حسسه أنه أنت أوكي. أنا بحس أكثر العلاجات يلي أنت فيك تمشي فيها مع الطفل خليه هو يكون مراقب على أخوه إذا كان عنده أخ، بتحسيه هو لحاله بتعلم صح لأنه ما بيرضى أنه أخوه يغلط، أو نفس الشيء إذا بنت، فأنا بهاي القواعد اللي بمشي فيها أجمعهم بالبيت، إذا كان الأطفال كتير سيئين وأنا ابني كتير بحبه ومو قدران يطلع عنهم وبحبهم يعني أنا حتى متعاطفي معهم بهذا الشعور، حاول أجمعهم دائما عندي بالبيت، حاول دائما ضلني عم بسمع هن شو عم ناقلوا أحاديث، راقبهم، اعمل لهم أكلات حلوة، اعمل لهم سهرات حلوة، مجرد ما أنه أنا بلشت فوتهم لا عاداتنا وتقاليدنا هدول السيئين رح يصيروا معنا سيئين. خلينا نسأل رينا حضرتك عن أهمية الحوار اليوم ومتابعة الطفل، يعني نحن بنشوف بعض الأهالي أنه ما كتير في عندهم هي حالة التواصل الأسري أو لحتى يعرفوا المحيط، بس بيلاحظوا النتج الأثر السلبي لطفلهم، يعني فجأة بيلاقوا طفلهم تغير أو صار عنده سلوك معين، هون بتبلش عملية البحث.
خلينا نحكي عن هاي المرحلة الاستباقية إذا بدنا نقول اليوم بالتواصل مع الأطفال ومع أصدقائهم. كتير حلو سؤالك لأنه فوراً بيجونا أهالي إنه نحن كيف نتحاور مع طفلنا ونحن من زمان من قبل كنا ما نتحاور معهم. الحوار هو عبارة عن مدخلات بتفوت للوعي بالذاكرة طويلة المدى. هاي المدخلات بتكون عبارة حسية وحركية وسمعية. الطفل بده يكون شايفك عم بقلدك، هو مقلد بارع، عم يسمع حديث ممكن من الجوار، عم يكون في عنده صور ذهنية لهاي الانطباعات اللي انت بدك تزرعيها فيه. طب ما كانت موجودة، كيف بدها تخرج منه للطفل بسن المراهقة؟ أنا لحتى تخرج منه أو يخرج منه سلوك سوي لازم يكون في شيء فايت للذاكرة طويلة المدى. هذا الشيء يكون مرئي أو مسموع أو حسي عن طريق عن مجموعة علاقات ممكن محيطة بالطفل أو بالأسرة. إذا كانت موجودة ما رح يقدر يكون في عنا حوار فورا مباشر، لكن مو إذا نحن ما بنتحاور مع أطفالنا وهن صغار وكبروا وصاروا مراهقين أنا ممكن إنه حد من هذا الحوار. لا، الأطفال بيسمعونا، الأطفال نحن قدوتهم بالمحبة والحنان والكلمة الحلوة. نحن فينا فورا نفوت بأدمغة أطفالنا وبقلوب أطفالنا، وأهم شيء نحافظ على دوائر القلب والروح اللي عندهم لحتى يكون في هاي الصلة الروحية اللي بيني وبينهم. طيب رينا، خلينا نروح نحن بتجربة معك هلا، إنه نحن اليوم هذا الطفل أو المراهق خرج عن السيطرة، وعينا وجهنا له كذا نصيحة ما قدرنا، يعني في نماذج كتير والأغلب يعني للأسف هيك. اليوم نحن ما بدنا نجمل الواقع إنه نحن أطفالنا أو مراهقيننا عم يمشوا مثل ما بدهم أهلهم، فاتوا بتجارب وكانت قاسية عليهم فيما بعد. نحن قدامهم نحن اليوم نقول لهم إنه أنتوا استفدتوا وما نحملهم هذا، نحن نصحنا ولكن ما نرجع نزيد اللوم. كتير حلو سؤالك، وكتير حلو نعلم أطفالنا أنهم يكونوا أقوياء ما عندهم خوف. في مقولة بتقول أنه نحن من كتر ما علمونا الخوف خلقنا عم نبكي، يعني وصل صح. الخوف بالجينيات عنا. فأنا أهم شيء لحتى طفلي يطلع من أي مشكلة بالحياة، لأنه بالحياة في مشاكل في مطبات رح يتعرضوا صحيح. إذا كانوا مع أطفال أسوياء أصدقاء أو أصحاب أسوياء أو مع أصحاب مسالمين شو نحن بنحكي انه هني معافين نفسيا وجسديا وفكريا وسلوكيا، لكن انا بدي اعلم طفلي يكون قوي، بدي اعلمه انه اي مشكله ممكن انت تقع فيها مجرد ما انت اعترفت انها هي مشكله نحن فينا نلاقي لها حلول، فينا نلاقي لها حلول لانك انت رح تساعدنا انك تمشي بالحلول لانك انت معترف وما يخاف. وابدا في مطبات بالحياة، ما نخلي أطفالنا يخافوا مشان هدول الأصحاب السوء ما يجروهم من هذا الخوف. نحن بنزرعه بالطفولة ونحن بنقويه بالطفولة. نرجع دائما من أول ومنذكر نقطة إنه نحن بتسهل جزء التعامل فيه مع بعض مع المراهق حتى لو مرقنا بشوية صعوبات. نحن شو أسسنا تماما، يعني قد ما بتشوفي نماذج انه الاسر ما بدنا نقول متشدده بمعنى التعصب، لا، متشدده بالتربيه بالقوانين بالقواعد اللي بتربطها. فبتلاقي يعني قد ما بطلع حيرجع يعني بيوم من الايام للقصه يعني تماماً. فكتير مهم اليوم الطفوله نحن نركز شو عم نعطي طفلنا. تماما، الطفل هو عباره عن مجموعه مدخلات بتفوت عن طريق اللاوعي عن بمحيطه او بالعلاقات اللي هي ماشي ضمن محيطه. فعادي الطفل ممكن يغلط، ممكن يصاحب اصحاب سوء ويسلك سلوكيات خاطئه لوقت معين، لكن عن طريق التوجيه والحوار نحن فينا انه نمرق هاي الاشياء يلي عم تمرق عنده الاطفال لحتى تكون شخصيتهم بناءه مع الايام ويقدروا يكونوا قد هاي الحياه. صحيح. طيب خلينا بالوقت المتبقي نحكي او نقدم نصائح اليوم للاهل كيف ممكن يساعدوا اطفالهم في بناء علاقات سليمه حسب الفئه العمريه ولو سريعا. تماما، انا اشغل وقتهم دائما بالهوايات والمواهب يلي هي بتفرغ شويه شحنات عند الطفل لحتى ما يكون هذا الوقت الفراغ كامل لإله ما يعرف شو بده يعمل فيه فيلتجئ لاي حدا. حاول اشغل له اوقاته بالاشياء اللي بحبها، دائما اسمح له بالاشياء اللي بحبها حتى لو كان نحن ما بنحبها، من موسيقى، من رسم، من انه يروح لعند رفقاته. حط له قوانين بالبيت انه نحن اذا بدنا نروح نسهر حتى اذا بدنا نروح ونجي في وقت معين نحن لازم نفوته، نحترم اوقات الطعام يلي بالبيت عشان نلتم كاسره. لمه الاسره على الضوابط والقوانين اللي بتنحط بالبيت هي مو بس لتناول الغداء او لحتى يكونوا سهرانين، هي لحتى يصير في حوار ومحبه ونعرف نحن مين هاي السلوكيات اللي عم يسلكها اطفالنا. تماما، نتشكر حضورك لليوم وشكرا رينا لكل النصائح اللي قدمتيها، ونتمنى هيك تكون هاي المرحله خفيفه على اطفالنا. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك، شكرا كثير لكم. استشاريه الطفوله المبكره رينا ايوب، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا كثير، يعطيكم العافيه. اما هلا صار الوقت